قصة أول معركة دارت في التاريخ بين الإنس والجن. القصة اللي هحكيها لك دي تم تجميع أحداثها من كتاب البداية والنهاية لابن كثير وتفسير ابن مسعود. القصة بتقول إن الجن سكنوا الأرض قبل سيدنا آدم بألفين سنة، وإن أول جن خلقه الله سبحانه وتعالى كان اسمه سمية أبو الجن. ربنا قال لسمية تمنى، فسمية تمنى وقال نرى ولا نرى، نغيب في الصراء وأن يصير كهلنا شابا. ربنا حقق أمانيه، لكن الجن بعد كده فسدوا في الأرض، فسلط الله عليهم الملائكة وقامت حرب كبيرة ما بينهم. الملائكة قتلت عدد كبير منهم وهرب عدد قليل من الجن واستخبوا في الجزر والجبال. الملائكة بعد المعركة لقوا طفل صغير من الجن فأخدوه معاهم للسماء. الطفل ده هو إبليس. إبليس كبر وسط الملائكة وكان مطيع لربنا، وربنا منحه مكانة عظيمة وخلاه يتولى سلطان السماء الدنيا، واستمر في مكانته دي لحد ما خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم، وحصلت القصة اللي كلنا عارفينها. إبليس نزل على الأرض وبنى مملكة في مكان يقال قرب البصر، في حين هبط آدم وحواء في الهند. بدأ آدم وحواء في إنجاب نسلهم، وبدأ إبليس حربوا عليهم بالوسوسة. لكن بعد موت سيدنا آدم وحواء ظهر إبليس وجنوده من الشياطين والغيلان للعلن، وحاربوا جيش الإنس اللي قاده مهلاييل، واللي أسس مدينتين محصنتين عشان يحتمي بيها الإنس، وهم بابل ومدينة صوص الأقصى، وأسس أول جيش عرفته البشرية. وقامت معركة رهيبة بين جيش الإنس بقيادة مهلاييل وجيش الجن بقيادة إبليس. انتصر فيها الإنس، وهرب إبليس مع اللي اتبقى من أتباعه لمنطقتين بعاد عن الإنس، وهم مثلث برمودا ومثلث التنين، وأسس هناك مملكة جديدة وعرش على الماء.